الصحه والكليات 140 مليار يعني هات معايا يجيب الله يرفع بدل انا يعني. حبيت نقول لكم باللي راني تعرضت لسرقه من وطني في باري الجزائر. سي سيستماتيك كامل الجي الجي باس صافا كيفاش واش راهم لي كولي تما في الكورة ملاحة ميتجوزو كي ولا الالكا هذا كيفاش يا اخو احنا الفصات عزيزة قالوا لنا ماوش عندنا قالوا لنا تلقاو الصوت تاع بيرتوتا لا نكمل لك برك باش تفهم بعثوا لنا الصوت تاع بيرتوتا قالوا لنا ماوش عندنا قالوا لنا تلقاو الصوت تاع بن عكنون بن عكنون واش يقولوا لنا بالك الادوان هما اصلا ما بعثوه تما كل واحد من منا والله ان الانسان الذي خان هذه الامانه او لا تعرض للسرقه معناها سرقه هذه الامانه او الطرود الى غير ذلك ماهوش معناها بالضروره لازم تكون طرود فقط وانما الامانه راهي كلمه عظيمه كما قالت الايه الكريمه ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. بريد الجزائر مؤسسة عريقة تبنت شعارا لنكون أقرب منكم فإننا نكون في كل مكان. الحقيقة تأخير في الاستلام. ليامات هذو لي كولي كي باهي لحقوني لازم من 5 أشهر على الأقل. وعندي بزاف دي كولي ما لحقونيش يا دراوي راحوا. تغيير للمحتوى. ما عمرنا بالكواعات. هاي يلا. هاي لادي باصلي لي هالكواعات. والتليفون ديسباري كاع. سرقة للطرود. اللي راني تعرضت للسرقة من موظف في إدارة الجزائر. اللي قاموا بسرقة طرود كاملة أو فتح طرود وإنقاص منها أشياء. كلها تصرفات شوهت سمعة مؤسسة مهامها نبيلة كيف لا وهي نقل الأمانة والمحافظة عليها. مرت 3 أشهر عن تعيين وزيرة شابة هدى إيمان فرعون على رأس قطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال. وفي زيارة مفاجئة لمركز الفرز ببيرتوتا في العاصمة يومها فتحت النار على مسؤولي المركز. المهم تاع الكولي سي سيستماتيك كامل الجي الجي دوبلات ريكلاماسيون ما عندهم هما كامل عندهم كامل شكوى عندنا 10 ملي سوفون دي ميلي هم عندهم هما وي شن ميم با اون كاميرا نبرة حادة وعبارات جارحة كانت كافية لكشف فضائح مراكز فرز الطرود في الجزائر. اللونغار تاع الحيوانات حاشا راه بلو بروبر كو سا. شحال من عام ما سيقتوش هنا؟ مدام بلا ما نحلفو البارح هذا سي لا هذا بكرون نتواياج راكو هكذا. تصريحات اعادت بصيصا من الامل بتحسن الخدمات فهل تغير شيء منذ سنتين؟ معالي الوزيرة قامت بزيارة تفتيش في 15 لمركز فرز الطرود في بئر توتا لاحظت أن الوضعية حتى 2017 ما تحسنتش أمرت بتحقيق وتفتيش لمعرفة أسباب هذه الوضعية. الثقة كلمة ثقيلة في معانيها.
والله غنقول لك حاجه، عندي واحد صاحبي ما نكذبش عليك لا تروسيام فوا يبعث بورطابل، يبعث البورطابل فاميليا ديالو والله ما يلحق. ونقول لك علاش ما يلحقش، ما يلحقش باسكو هذاك لو بورطابل هذاك هنا مازال ما بانش والله ما يلحق له. بيرسونيلمون صرات لي الظاهره ريسامون، جي انفوي ان كوري لا فرانس اون لتر مي ما لحقتش، صافي 3 mois ملي عطوني ديجا لاكوزي هذيك تاع لا بوست، مي فينالمون ما لحقتش كامل ليه. جو بونس كو هاي صاريا فوضى كبيره على مستوى البريد الوطني. خدامين تاع البوستا سلاقين الا ما رحم ربي منهم. عباك نعطيك مثال، انا ثلاثه لي كونكور يا اخي، من المفروض انا عندك باكس مستعجل يا اخي، كي يلحقني باكس ولا تيليجرام يلحقني، لحقني بعد شهر من الناس جوزت الكونكور كاع، شكون السبه؟ سبه تاعهم هما. ومن بعد كي يبعثوها لي كان الكونكور دار وخرجت النتائج والناس بدات تخدم. هذه اولا. ثانيا كاين واحد بعث لي امانه، وامانه غاليه تاع واحد مريض، بعثها لي من فرنسا مازال ما بانتش. هاني دوكا داخلين في 3 سنين. سقسيت عليه؟ راه رحت سقسيت، حاجه ديال قرب 14 مليون. متاعب المواطنين لم تتوقف عند ضياع او تاخير الرسائل والطرود، بل وصلت الى حد التهديد بالسجن. الاغلب 150% ما توصلش الاشعار بالوصول، يعني انه عندما المحضر القضائي يبعث الحكم الاشعار بالوصول انه وصل هذاك الحكم عن طريق البريد الى الشخص ما يوصلش. مشكل كبير فيما يخص الجانب الذي يطلب تنفيذ الحكم، وفيما يخص الجانب الذي يجب ان يصل اليه الحكم، لانه في بعض الحالات وين تكون احكام بالسجن في الماده الجزائيه، وبعض الحالات وين تكون احكام مدنيه بالطرد من منزل. تخيلي انه شخص في المنزل تاعو وما يوصلوش البريد، ويقدر يوصل الحكم يولي نهائي من جراء انه ما وصلوش البريد لكي يقوم سواء المعارضه او الاستئناف. واقع كثيرا ما اصطدم به زبائن بريد الجزائر، ما دفعنا الى التحري وفتح الزاويه الغامضه لهذا الملف. اليوم الأول، الوجهة، المركز الوطني لفرز الطرود ببرتوتا غرب العاصمة. الدخول هنا أمر يكاد يكون مستحيلا بالنسبة للمواطن العادي. أسئلة واستفسارات يطرحها أعوان الأمن للوافدين تحت أعين كاميرات المراقبة، حتى يخيل لك وكأنك داخل ثكنة عسكرية. ما يخدموش واقيل اليوم. السلام عليكم. للوصول إلى هدفنا اضطررنا لإخفاء هويتنا لنجد حجة مقنعة نستطيع من خلالها ولوج المكان قصد معرفة خبايا. ما انا ما فهمتش، هنا يجيبوا كاع لي كوريون بعد ما تبعت لهم الخطه. لا مفر من تقديم وثائق الهويه ومرافقة أحد الأعوان لأي شخص غريب شرط لا مناقشة فيه. التجول داخل المركز بالنسبة للغرباء من المستحيلات السبع. عدوان صلاح خويا عندو كشكات موان القاه زعما
لا لا تصيب كبرك هذا بعد ما تزعف وشفرك علينا. المحاولة في البقاء داخل المركز لوقت طويل باءت بالفشل، إلا أن المدة الزمنية التي مكثنا فيها هنا كانت كافية للوقوف على الوضعية الكارثية التي آلت إليها طرود ورسائل زبائن بريد الجزائر. في اليوم الموالي غيرنا الوجهة إلى المركز المحلي لفرز وتوزيع الطرود بالقرب من ميناء الجزائر. دخوله أمر سهل مقارنة بالمركز الوطني. لم نكن بحاجة لإقناع أعوان الأمن بذلك، فهو مفتوح أمام الزبائن الذين يقصدونه لاستلام الطرود المرسلة إليهم. سيدي بالنمرون بلك راهو تلبس يعملون. لم نتعب كثيرا لنتمكن من جمع تصريحات صادمة من زبونة قصدت هذا المكان. شغفنا لفك شفرة هذا الملف الشائك دفعنا للتقرب من الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بصفتها الجهة التي كشفت طيلة سنوات عن جملة من الفضائح والتجاوزات التي طالت مؤسسات عمومية وخاصة. شكاوي متعددة، يعني تغيير الطرود تلحق متأخرة مفتوحة، أحيانا تصلنا حتى بعض الشكاوي على أنه تم يعني اخذ حتى القطع الموجوده ولا الاشياء الموجوده يعني في هذه الطرود، وهي يعني امور مؤسفه وللاسف الشديد لابد من اعاده النظر فيها وتنظيمها وترتيبها حتى نبعث هذه الثقه في نفوس الجزائريين تجاه مؤسسه عموميه. الطرد البريدي يمر عبر جهازين، جهاز الجمارك وجهاز بريد الجزائر، وبالتالي حتى الإنسان يعني لما يروح يشتكي يتيه، الكل يرمي بالكرة على الأرض. ومن هنا كان لابد من البحث والتحري عن أحد ضحايا بريد الجزائر. طلبنا من رئيس الجمعية وضع منشور على صفحته الخاصة عبر الفيسبوك من أجل مساعدتنا. نصف ساعة كانت كافية لتلقي أزيد من 120 تعليقا جلهم من ضحايا بريد الجزائر. تواصلنا مع أحد الضحايا للوقوف أكثر على مشكلته مع بريد الجزائر ولنلتقي به فيما بعد. السلام عليكم، أنا واحد إحدى من ضحايا هذوك تاع لي كولي بوستو اللي ما يلحقوهمش، سي با اسك سرقوهم ولا ما على بالناش والله. جي كونتاكتي لي سيل اللي شري من عنده، هاوليك واش قال لك، هاوليك ميساج. Is in your country, you have a wrong address and is in your local post office. سما انا بو عندي اون ادريس كوريكت، سما كونتاكتيتو ديجا وهاد المره قال لي راهو في لوكال بوست اوفيس، سما عنده من لو 23 اوت ملي شريتو، سما عنده دوك دو موا. شريت ان تيليفون دو فالور، هاوليك اس 8 جالاكسي اس 8 60 جيجا بايت ميد لايك، سما شريتو
هاوليك لو بري 611.94 دولار. تما خلصتو لو 20 جويي 2017، خلصتو لو 20 جويي 2017، تما بعتهولي لو 23 جويي ولا هكداك، نقول نقدر نقول لو 23 اوت اللي يقدر يكون في الجزائر. تما هاوليك طالي لو نيميرو دو سويفي. صلاة دورية كان يقوم بها عبد الرؤوف مع مصلحة البريد التابعة لمقر سكنه بزيرالدا وكذا جمارك ميناء الجزائر لم تكشف لغز اختفاء الطرد. قولي عندي طول بزاف، قالوا لي بلي انا بعثناه لزيرالدا. او ما كاين حاجه، كيف تكون لي نعطيك النيميرو بالك غلط في الاسم ولا غلط في الادراس؟ مش تم لا نعطيك النيميرو تم يبدا بالالكا اذا تلقاه تما ولا هذا كيفاش يا اخو؟ الالكا تما كابابل بعثتوه ولا كيفاش؟ كيفاش نعرف؟ الله راح بعثتوه. وين راح؟ راح البرتوتا؟ يروح البلع كنون ولا يروح ديرك لزيرالدا هكذا؟ بالنسبة لنا كان لزاما علينا إقناع عبد الرؤوف بمرافقته في رحلة البحث عن هاتفه المفقود. هذه المرة الضحية حقيقية والسبب معروف ولم يتبقى سوى كشف المصدوم. مركز فرز الطرود ببرتوتا كان مقصدنا الأول، مركز تفرز فيه كل الطرود لتسلم بعد ذلك إلى مكاتب البريد. ونحن هناك استفسرنا أحد المسؤولين عن حقيقة، مادام راك تبع حتى تخرج لاخلاقيه بزاف يا اخو. انا غرامي كل يوم راه وبمجرد أن علم أن الطرد الذي نبحث عنه ذو قيمة وسعره يتعدى 10 ملايين سنتيم كان رده صادم. اعتراف صريح بسرقة الطرود وتغيير محتواها داخل هذا المركز من قبل العمال. يروحوا يحكمون وانا نقول لك ارجري فوت وين كاين كاع السرقه كاين كولي فوتو محلي يا اخو. هذا الشخص الذي تقدم الى البريد يعلم معناها علم اليقين بأن هذا الأمانة ستصل إلى أصحابها، والآية الكريمة تقول إن الله يأمركم أدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ليبقى السؤال مطروحا، أين هو الضمير المهني؟ وكل أمانات الناس تضيع لدى مؤسسة عمومية شعارها والأمان. لا المرض ديك من فوق هذا المرض ديك تحكم هنا تحمل المرض ديك من فوق ثم تجي ما تبص تعرف جا ولا الفوق. لا لا لو كان كان هنا بعد يأتي مسؤول آخر ليكذب ما قاله الأول ويخبر أن
أن الطرد الذي نبحث عنه متواجد في مركز الفرز ببن عكنون. يروح ببن عكنون ويبقى يروح بزيادة. إلقاء المسؤولية من طرف على آخر حرفة يبدع فيها مسؤولو بريد الجزاء. لكنها أوقعتهم هذه المرة في فخ الاعتراف ودون أي حرج. ما ضياع الطرود البريدية العادية أصبح أمرا مألوفا. خفية تسللنا بعيد أعين الجميع إلى القاعة التي تخزن فيها طرود الجزاء. ولا كانت الصوت. تعبر عن كل شيء. طرود مرمية في مكان، منها طرود متواجد هنا منذ سنوات عدة. واقع يعبر عن نفسه. هل يبقى مطروحا من هو المسؤول عن مثلها ولا تجاوزات؟ وجهتنا بعد ذلك مركز بن عكنون لفرز الطرود، أين أكد لنا فيه مسؤول بريد بيرتوتا أن الطرد الذي نبحث عنه سنجده هناك. تقدروا تعرفوا امتى اللي كنت تغسل بدست؟ معلوم. ايه انا قلت لك نقاو هنا في الجيراتي ولا خاصك بالك ما عرفتش. الله يحفظك. تناقض صريح من قبل المسؤولة التي تقول أنه ممنوع عليها فتح الأكياس الموجهة نحو مراكز البريد. وبالفعل كل مسؤول يتنصل من مهامه ويرسل إلى وجهة أخرى. أنا ما عنديش دور. فهمتي بس؟ أنا هذا كيما يجيني كيما نبحثو في غزة.
ما هذه المرة ميناء الجزائر بالضبط الجمارك، بعد أن أخبرونا في مركز بن عكنون عن إمكانية عدم إرساله من قبل الجمارك. نترككم تحكمون بأنفسكم وبأعينكم. انتم اخويا لا طوان تبعتوهم ما تكافيهمش عن وجهتنا بعد ذلك مركز بريد زيرالدا غرب العاصمة، مكان إقامة الضحية رؤوف، لنستفسر عن طرده الذي بقي مصيره مجهولا لحد الآن. كتاني طلعت تسمى كفا الواحد يقول فيه رجلي يشوف الطراك يدوي تسمى احنا نتأكدوا بس دهشة وارتباك في أعين مستشار الوزيرة عندما واجهناه بالصور والاعترافات لتتواصل سياسة الهروب إلى المحل. حقيقة تعاملت شخصيا مع شكاوى المواطنين اللي ترسل إلى معالي الوزيرة، لم أتلقى أي شكوى بخصوص سرقة. اطلاع على مضمون طرد أو رسالة. أسباب راهي نتاج تعترف يعني بلغ أقصى الحدود في الخمس سنوات الأخيرة. هذا التراكم ناتج عن التسيير السابق لمؤسسة بريد الجزائر في خدمات وجهات الإطارات المسيرة السابقة لبريد الجزائر في عديد من المرات لحثهم على بذل المجهود لتحسين الخدمة العمومية لتسليم الطرود والرسائل. هذه التعليمات لقد صدى سابقا في مؤسسة بريد الجزائر. زاوية من ملف الطرود البريدية تبقى غامضة. تأخير تسليم الرسائل والطرود لأصحابها والحجج تبقى غير مقنعة. شي بن عمنون مازالوا حاضرين مع الكوليات اللي مازال مفتوحة. علاش مفتوحة؟ تدخل لداخل راه مش فات 68 واحد اللي راحوا لهم ركرات راهم مش تعرفوا شنو يديروا في اليابان. سبع شهور والكولية مرمية. راهم يجيبوا من
جديدي باش يدريو لهم هنا يجيبوا لي فاكتور جديد هكذا يخلي لابوردي تاعو يجيبوا باش نقص العامل البشري العديد من الإطارات المؤهلة واليد العاملة في ميدان التوزيع وتسليم سواء ذهبوا راحوا للتقاعد سواء لأي سبب من الأسباب فضلوا أنهم يغادروا مراكز تسيير الطرود. إذن الحالة التي صار عليها مراكز توزيع الطرود تكلم على المركز الوطني ببيرتوتا ولا المراكز الجهوية أنه عدد قليل من الموظفين يعالج عدد هائل من البعائث والطرود والرسائل. بجواب مقنع لاستفسارات يبقى التنصر من المسؤولية أفضل سلاح للدفاع من طرف القائمين على القضاء. الآن حاليا الإدارة الجديدة المسيرة تبذل مجهود كبير لازم المواطن الله رايح يحس به في السنة في الأيام والأشهر القادمة. ومنفذ تقديم الوعود بديلا كلاسيكيا لمواجهة الاتهامات. كلمة معالي الوزيرة راح يكون فيه عمليات توظيف على مستوى مراكز الفرز، راح يكون فيه تزويد مراكز الفرز بوسائل نقل حديثة، راح يكون فيه تزويد مراكز الفرز بتكنولوجيات حديثة للفرز الآلي للرسائل. الزبون باعتباره طرفا رئيسيا في هذا الملف يتحمل جزءا هاما من المسؤولية. الجهل بالقوانين التي تضمن حقوقه تجاه مؤسسة بريد الجزائر من العوامل التي تمت من تفاقم الوضعية. التجربة تاعنا في هذا المجال تاع الطرود البريدية يعني وكأنه الإنسان رايح في مهمة مستحيلة. على لانك لما تروح الى البريد، البريد لازم يبعثك الى البريد المركزي والقبائل، كاين اجراءات يعني شاقه حتى الانسان يعني يشمئز منها ويتهرب منها وما يحبش يشتكي. صار يعني نحثهم يعني انهم يقدموا شكاوي رسميه مهما كان يعني يكون تحقيق عاجلا او اجلا. شوف اي ضحيه من حقها تشتكي فيما يخص الطبع، خصوصا اذا كان ذو أهمية كبيرة. الطرود لم تصل بالإهمال وهذه نقطة مهمة، وكاين طرود لم تصل بفعل فاعل، هاو الأمر بفعل فاعل لكل متضرر طبعا يحق له أن يرفع شكوى، سواء البريد الجزائر أصلا ترفع شكوى ضد العامل تاعها من تقصيرا منه أو بسوء منه، كما يحق للشخص الذي تضرر من عدم البريد له أن يرفع شكوى طبعا. ونجد أنه من قانون العقوبة الجزائري في نص المادة 120 منه أن العقوبة تصل من سنتين إلى 10 سنوات. تراكمات التغيير السيء التي ألقت بظلالها على سمعة بريد الجزائر دفعت بهروب كم كبير من زبائنه نحو بدائل وحلول أخرى لتفادي القلق والتخوف من عدم وصول الطرود ورسائل لأصحابها في وقت وجيز. أنا دوك أي حاجة نبعثها مثلا غدا ولا نبعثها تمرس ولا تبسها ولا أنا نروح للطاكسي ولا نروح للكار نعطيه له 40 ب 50 فقدنا ثقة ما نقدرش نبعثها. ها السيد أنا عنده قالوا سمنتين مثلا على واحد الأمانة أنا بعثها لحد الآن بطور كوموندي من زمان. محطة سيارات الأجرة بالخرطوم في العاصمة، مواطنون يتوافدون ليس للسفر وإنما لإرسال طرودهم ورسائلهم. تاكسي تاع الصيف ها واحد. السلام عليكم. السلام عليكم خويا لاباس. خير سلام لاباس خويا الحمد لله. تروح الصيف العلم الصيف. الله يبارك فوالا عندي واحد الامانه باش نبعثها للصيف. خويا ما كان حتى مشكل ما كان حتى بروبليم. ماشي مشكل. باش نلحق بيه الامانه. ليك دوك نعطيك النيميرو ها هو النيميرو تاع السيد هنا مكتوب. نزيد لك النيميرو.
دو ان دوزيام نيميرو تعيط له حتى مشكل انا واش نيا حلنا البريه نشوفها واش فيها ماشي مشكل بيان سير عندك البريه كلام كوارط انا نبعثهم للسطيف اخويا باش مشكل اخويا هنا عليك تفضل فيريفي تبدا غير هكذا باك سير هذا عندك اقول لي شحال ديروا الوقت منا للسطيف دير تقريبا 3 سوايع 3 سوايع يبي يعني تمام للسطيف 3 سوايع ان شاء الله لا ما نتعرف وشحال تحسبها لي شحال تساعدني فيها خويا احنا السوما عطينا كما تبغي يا طريق على بركه اللي يبغاك رب العالمين على بركه تفضل خويا الله بارك الله فيك يا رب كاش حاجه وعيط لي في تليفون بارك الله فيك جيت باش من بعد بريه مع الطاكسيير وبيان سور على بوكو تشوز بيناتها باسكو الطاكسي سي رابيد الوقت اللي تلحق تصيب طاكسيور يستنى سي رابيد اون بليس كيسيون دو كونفيونس وكيسيون دو تاع البري كاني تبري سي موان شار الحمد لله جوسكا مانتنون الحمد لله جامي كان عندي بروبليم مع الطاكسي باسكو يعطي لي ان بون بليس دو سا نيميرو ديالو نيميرو مام تاع الاخر تاع لافيشاج تاعو تاع الطاكسي نيميرو تيليفون جامي كان عندنا مشكل الحمد لله. صرامة تامة في نقل أمانة الزبائن بطريقة منظمة وضوابط متفق عليها بين سائق الأجرة والزبون تحت أعين نقابة سائقي سيارات الأجرة مقابل مبالغ مالية لا تتعدى 500 دينار. خدم احنا ما علينا نحطوها هنا في المكتب وكيجي بالتليفون تاعها ولا اسم تاع الشركة. انا فهمته قلت له لا ما قلتليش راه تبقى في المكتب. هو امانته مضمونة حطوا له في الكازيتا تاع وهران ها هو هنا الامانه. شفنا كان السائق سيطر جاكي يجيب امانه كيما هذه وما يصيبش مولاها. ايا نطار يعاود يديها معاه للدار ولا يعاود يشارجي يولي الولايه اللي جا منها. قلنا احنا لماذا نعملهم هنا حاجه اللي تساعد الجميع ونكلاسيهم بار ولايه تشوفي كل شركاز عندها لا ديستيناسيون تاعها ومضمونين هم ليك محطوطين هنايا السائق يجيب لهم هنا الثمن تاعو داه وهنا شاد لا كونسين هنايا كل ما يجي يدي الامانه تاعو يعطي له الثمن تاعو للسيد اللي يستقبلهم اولا كان نمرو تاع الباب يعطي له ان بون فيه نوك فيه الكاشي فيه نمرو تاع الباب فيه التليفون تاع السائق سابقا هذا اللي هو لك معروفين والزبون هذا يعطي له التليفون تاعو اللي بعد منه ويعطي له التليفون تاع السيد ولا الناس اللي يعني يستاو الامانه تلحقهم الولايه ياما. النقل الجوي بديل اخر يلجا اليه المواطن لارسال او استلام امانته. الوجهه مطار هوارب مدينة الدولي في العاصمه. مواطنون أخذوا على عاتقهم مهمة توصيل أمانة الغير إلى ما وراء البحار في أقل مدة زمنية. واه يعطوني صوالح دي فوا نهود لهم دي فوا نطلع لهم صوالح من وهران لباري ما كاش كيما واحد يدير خير دي فوا لي ميديكامون دي فوا البراوات مساكين كاين مين نجموش حتى يبعثوا لا بوست يبعثوا من الاوروبو ندي لهم صوالحهم باسكو على با بوست يطولوا على المساكين علاه يروحوا لاوروبو يبعثوا مع الناس برخو باش يوصلوا صوالحهم. عطاني واحد امانه نوصلها له طاها لي في يديا روح شا دو كور قال لي اللي من مديها مدا واحد السيد يقارعني تما نعطيها له. Il m'arrive de me rendre souvent en France quelques temps des fois et de retour je ramène des médicaments pour certains qui nécessitent ce traitement qu'ils n'ont pas ici. Je ramène des médicaments pour certains qui nécessitent ce traitement qu'ils n'ont pas ici. الساعة تشير إلى الخامسة صباحا. وجهتنا محطة آغا بالضبط فرع السكة الحديدية السريعة في العاصمة. الوجهة التي أضحت بديلاً ثالثاً عن مؤسسة بريد الجزائر. عليكم السلام مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك.
واش منع واش فيها؟ دوكيما دوكيما افتح نشوف فيريفيو. ست كيلو ست كيلو هذه ما الاسم اللي باعت باعت اليه وهنايا اغا اورو للاخر تسمى بهديه يجبدوا الاخر ولا كانت حاجه فراشيل ولا حاجه نكتبوا فراشيل في 24 ساعة إن شاء الله 24 ساعة تكون عند السيد السيد إن شاء الله دوك الخلاص خلاص في وهران في وهران إن شاء الله أصبر لي دقيقة ندير في الأمان فيك بركة سلعتك هي مأمنة في يد أمينة إن شاء الله إن شاء الله حاجة مليحة بما تنبعت معاهم بومب سي رابيد ما مسمى معقولة تنجمي واش عندك تما مام ما يهمش الفوا الوزن ولا تما الفوا اللي عندك تنجمي تبعتي معهم وسي ما حاجة مليحة سي كونفونس. الخامسة وخمس وأربعون دقيقة صباحا موعد وضع الطرود في القطار قبل إقلاعه مراحل عدة تلك التي يتم اتباعها من أجل ضمان التسليم الآمن والسريع. هاد التران او رايح سير اورو وكاين بليزير ديستيناسيون ديكولي هنايا ديستيناسيون عندك من بليده الخميس عين دفلا شلف نوع الكوليات اللي نديوهم كيما دواء كيما القش كيما حاجه كيما مارشونديس كيما اسمو الفريجيدير حوايج ديميناجمون يجيبهم با لور موايا كاين لور موايا يجيبوهم الاغا حنا نستكلفوا بهم عند حاجه الاولى استقبلوهم عندها دي مانيتونسيونير استقبلوهم نهار يدخل الكولي يشوفوا لا ناتير لا مارشانديز واشني هي كاين دي ناتير مارشانديز تروح لي تشوف لا كونتيتي لي كليون يجيبو صافي دير المعامله اللي نتعاملوا معاها لا ديري تاع لاشينيمون دي كولي سما قال ما يطولوا ما والو ومام لا ديالهم تلحق في دو بون لو ما هايك شلف ما يشرف هادو شلف هادو بليده. السلام عليكم باروت مهدي حتى وزارة العدل خطت خطى المواطن واجتهدت في إيجاد بديل لحل المشاكل التي طالت القطاع بسبب تأخر وصول التبليغات. وزارة تفطنت لهذه النقطة فيما يخص الجانب القضائي وأنشأت ما يرب التطبيق والحمد لله اليوم رانا وصلنا عن طريق الأسماس. ضف إلى ذلك أنه ما من مواطن جزائري فيما يخص القضايا الجزائية خاصة على مستوى الضبطية القضائية الشرطة عندما يتم سماعه هذا الضبطية القضائية يكون سؤال أخير هل يمكن مراسلتك عن طريق الأسماس وطبعا تكون الإجابة لكن لا يكون هذا على مستوى الجانب القضائي فيما يخص جانب نقطة في البحر يعني نقوله ماشي كل الجوانب لكن اليومنا هذا نعاني من الطرود البريدية أنها لا تصل في الوقت وعادة لا تصل أبدا إلى أصحابها. كل هذه البدائل فرضت نفسها على أرض الواقع وجعلها منافسا قويا لمؤسسة بريد الجزائر لكن بدلا تحسين الخدمات وإعادة هيبة المؤسسة
ما زال القائمون عليها في موضع الهجوم كأحسن وسيلة للدفاع. إرسال الرسائل مع مؤسسة خاصة اللي تقل على 20 غرام هي اختصاص حصري بموجب القانون لبريد الجزائر. كل من يؤدي خدمة مماثلة فهو مخالف للقانون. المواطن لازم يعرف حاجة، أنه لما يمد الرسالة تاعو إلى سائق الطاكسي ولا يفقد كل حقوقه في الخصوصية في ضمان توصيل الرسالة. الشركات الخاصة ولا الممارسات غير القانونية لتسليم الرسائل والطرود ما راحش منافس البريد الجزائري. التلاعبات والإهمال لا يدفع ثمنها سوى الزبون الذي لا حول له ولا قوة، فلا أمانة تسلم في وقتها ولا أخرى تصل إلى عنوانها. وكم من ضحية ألغى مشاريعه بسبب تأخير استلام رسائله، وكم من ضحية طرق طرودها من قبل عديم الضمير. إلى متى تستمر مهازل وفضائح بريد الجزائر؟ لتدارك الأمر العديد من المراكز عبر التراب الوطني سيتم استحداثها في المستقبل القريب، ومركز ملكة قايد بالأبيار لفرز وإيداع الرسائل أحد المراكز النموذجية التي من شأنها أن تسرع من وتيرة استلام وتسليم الطرود البريدية والرسائل. شكرا لكم والسلام عليكم.